هذا اللي صار معي بمكتب الحبيب ابو فاروق. الحمد لله يا ربي، يعني الزلمه وافى يسقط عن حقه ما؟ لك اسا ما وافى، عم يقول لك بده مصاري لحتى يسقط حقه. تقبر قلبي خالتي، قديش بده؟ والله يا خالتي قال بده مليون ليره. مليون ليره؟ ومنين رح نجيب له مليون ليره؟ منين يا ابوي؟ من الارض يلي بعتها. الهي لا يوفقك لا انت ولا ليزا، انت قدران تمشي؟ ليه خالتي؟ قل له للحبيب ابو فاروق نحن جاهزين والمصاري عنا. ايه والله حرام، مليون ليره كتير، بركي تخففون شوي. ابو رامي ما بدي اسمع صوتك بنوب، منيح المصاري اللي راحت على ابنك، مو احسن ما تروح على ليزا؟ لشوف هلا شلون بتقبل فيك. ان شاء الله عجبتكم الاوضه. هاي حلوه. عليك دوزات هيدي الاوضه قد ايه بتضربها وقت الشمس؟ طول ما الشمس بتشرق الشمس موجوده في هذه الاوضه. انا توتي موظف ريسبشن، اي شيء بتحتاجه فورا دقولي. هذا المفتاح تفضلي. حان اذنكم. يسلموا مرسي. توتي؟ نعم. قبل شوي بعد شوي بشرتك ما بتسوى ابدا توتي. بشرتي؟ بشرتك. انا سماهر اهم اخصائيه تجميل. طيب شو ساوي؟ انت مجوزه؟ يا ريت. لا لسه ما اجى نصيبي. وكيف بدي اجي نصيبك توتي وانت تركي بشرتك هيك؟ طيب شو اعمل؟ بشرتي بزنارك، شو ساوي؟ اتكلي على سماهر، انا رح ساعدك. ماشي رح اتكل. شكرا. باي توتي. خلاص ابن العم بس يجيني حفلة عرس خطبة، لكن ان شاء الله طهور. بدي دق لك تجي تطبل لي. وامتى ما بدك ياني؟ انا جاهز ابن العم. بس اتدرب عليهم. ها هدول اللي قلت لك عليهم. اهلين ابن العم. الله معك، سلم لي على كل اللي بيسأل علينا. الله يسلمك. مع السلامة. خاطرك ابن العم. اهلين نورا. ماشي الحال الحمد لله. ما شفتك اليوم، قلت لأجي سلم عليك. جاي تسلمي علي انا؟ ايه لانك الوحيد اللي تستاهل. نورا انا بحبك كثير بحبك. وما دامك بتحبني اكيد بترد لي الخير ما؟ لك شلون لك انا؟ لك اذا بتطلبي روحي بعطيك اياها. ما بدي روحك، بدي منك خدمه صغيره. لك مو خدمه، انت تأمريني أمر. يعني بدي اياك تحكي مع عزوز مشان تقنعه بموضوع الخطبة. أنا بعرف إنه هو بحبك كتير وبيسمع منك. أحكي لك مع عزوز؟ لك نورة أنا اللي بحبك. وأنا بحبك كتير كمان مثل أخي وأعز. شو قلت؟ يعني رح تساعدني ولا أحكي مع حدا تاني؟ طب يلا خلص بلا. لا نورا راح احكي لك مع عزوز. شكرا يا زوربا، شكرا كثير. هالحب اللي بنتمناه وبنحلم يتحقق فينا، المنحبه عايش بلا قلبه مش قادر.